شادو الغالي، الحمد لله على السلامة. أنا اشتقت لك كتير كتير، أسبوع كامل قضيته بالشام بلاك. هي أول مرة بحس بالغربة عن هالمدينة، مدينتي. كنت وحيدة بحاجة كنت لوجودك معي. مع ذلك يا غليظ قضيت لحظات حلوة بهالبيت، بيتنا. أوخ أوخ، شو بدي خبرك كمان، حفلاتي بالشام كانت كتير ناجحة، أكتر مما بتوقع. أنا هلأ بطريقي للقاهرة، رح انشغل كتير. حاكيني بس ترجع، بحبك. يلا حبيبي، العالم عم يستنونا برا. يا ستي لهلأ ما عرفت ليش بعتني لهنيك. كيف هيك؟ طب وانت شو عملت؟ مثل ما كنت احكي لك، وصلت لهنيك لقيت في ناس ناطريني، وهو كان قايل لي هذا الحكي. بعدين عرفت انه هدول الناس بيشتغلوا مع الاستاذ خالد، يعني مثل ما فهمت هدول جماعه من الشركات اللي بنشتغل نحن وياهم. المهم قعدت 15 يوم ما عملت فيهم شيء، كل يوم يجوا الصبح وياخذوني، وعلى مشاوير على مشاوير ما تخلص لاخر الليل. يعني باختصار ما ضل شيء بلندن ما شفته. بعد 15 يوم قال بدي فوت بدوره محاسبه. فتت ساويتها وطلعت، طبعا ما بعرف ليش انا. المهم بعد ما خلصت من الدوره فوتوني بدوره تانية، وهيك اطلع من شغله يفوتوني بشغله، وانا مثل الاطرش بالزفه، لا بعرف ليش عم فوت ولا بعرف ليش عم بطلع. فجاه حكاني خالد من يومين، قال ضب اغراضك مشان ترجع بعد بكره. ضبيت اغراضي واجيت من دون ما اعرف لا ليش رحت ولا ليش اجيت، وهي انا هون. غريبه هالقصه، والله العظيم انها غريبه. ما هيك ماما؟ والله ما بعرف، يمكن شيء له علاقة بالشغل، منشان هيك أنا ما فهمت. خالته الله وكيلك، ما في شيء من هاد كله. يعني 90% من الدورات اللي ساويتها هنيك لا بتقدم ولا بتأخر بمجال شغلي. أنا يا ماما ما قلت لك إني حاسة إنه في شيء غريب بالموضوع من لهجته للأستاذ خالد وقت ما حكى بالسيرة. صحيح. الغريب إنه مو معقولة واحد مثل خالد يتحمل تكاليف هيك رحلة طويلة بدون ما يكون في سبب مقنع، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، معك حق. هلا انتوا ليش متعبين حالكم؟ خلص، انت يا ابني اعتبرها سياحه، رحت على بلد انت ما بتعرفه، واكيد انبسطت بهالشيء، ما هيك؟ طبعا. وهي الحمد لله رجعت بالسلامه. خلص، شو ما كان قصده، طالما الموضوع ما فيه شيء مؤذي ما في مشكله. هيك رايك؟ طبعا. ايه بس انا اذا ما عرفت السبب رح طق. ايه ما في داعي لهالفضول. يعني شغلة عاملها خالد، إذا هو ما قال لك شو السبب مستحيل تعرفي لحالك. أنا راح جهز العشاء. بربك شفت أحلى من هيك أم؟ ولا أروع من هيك حمر. قلي لي هلا، أنت شلونك؟ أنا مشتاق لك كثير. طب إمتى بقى بدنا نتزوج؟ شو بعرفني، اسأل حالك. إذا علي من بكرة. فاطمة مبروك فراس. على شو؟ نجحت بامتحان قبول تبع الكلية. شو؟ شو عم تحكي؟ مثل ما عم قلك، ألف 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 مبروك.
الله يبارك فيكي، بس شلون يعني شلون عرفتي؟ هاي النتائج قدامي منشورة على النت. فاطمة انتي متأكدة من هالحكي؟ طبعا متأكدة، وهاي الاسماء قدامي واسمك رابع اسم. رابع اسم؟ شكرا فاطمة، شكرا كثير لك، ولك انت اللي بتستاهلي هذا الشكر. يلا نحكي بعدين، باي باي. مرحبا ملول. اهلين فراس. اي مبروك، بس على شو؟ عن جد عم تحكي؟ ان شاء الله الف مبروك يا رب. الحمد لله الحمد لله يا ربي. لا خلص اكيد اكيد، ولا يهمك، الحمد لله. اي اي حبيبي، الله معك، الله يحميك، مع السلامه. اوف الحمد لله يا رب، الحمد لله. اهلين حبيبي. دري فراس انقبل كلية الفنون. ايه مبروك. يوسف شو بك؟ لا لا ما في شيء، تعبان شوي. بحياة الله صاير معك شيء؟ لينا تعبان شوي. صاير معك يعني شو بدي لك؟ لالك الدنيا شعلانه وشي مثل الكذب، والله صار واحد يخاف يجي يوم ما معه فيه حق الاكل. بس حبيبي هذا الوضع مانو جديد علينا. بعرف، هلا لما كنت عند السمان لمح لي وقال لي انه الحساب صار كتير كبير. يلا بسيطه، كلياتها يومين ثلاثه بنقبض وبنحاسب. ايش بدنا نحاسب؟ بدنا نحاسب دخلنا كلياته وما بيسد ربع ديون اللي علينا. شو بدنا نعمل بعين الله؟ انا لازم شوف لي شغله ثانيه مع شغله المكتبه. والله شغله مثل شو؟ ما بعرف. طيب ليش ما بتشوف مراد وبتشتغل معه بالمجله؟ ليلى انت شو عم تحكي؟ انا ممكن موت من الجوع ولا اشتغل بشغله خالد له ايد فيها. لكن شغل شو هذا اللي بدك تلاقي؟ يا حبيبي انت ما لازم تشتغل اي شغله بعيده عن جو الكتابه. يوسف شو بك؟ لك اي كتابه؟ انا خلاص ما عاد اكتب ولا كلمه. شو عم تحكي؟ 40 سنه وانا عم دور بنفس المحل، والبنت ما بدها تاكل. بس انت هلا عم تشتغل بالمكتبه وماشي الحال، يعني كثير صعب انك تلاقي شغل ظروفه افضل من هيك، لانك ما رح اتنازل. والله بعرف. طيب ليك يوسف، باعتبار انا ما بقى فيني اعطي دروس خصوصي مشان ياسمين، يعني شو رأيك نرجع نفكر بالعرض اللي عرضه علينا خالد؟ والله كتير ظريف، يعني منطلع مصاري وشغل هون بالبيت بضل قدام بنتي، كتير كتير ظريف هذا الحل، منريح أمورنا فيها، ما عنا غير هالخيار حبيبي. قلت لك 100 مرة، أي شغلة إلها علاقة بهذا الزلمة لا تجيبي سيرته. يوسف روق شوي، أنا عم فكر شلون بدنا نطلع من هذا الوضع اللي نحن فيه. أرجوك لا عاد تفكري فيه. هذا الوضع أنا مسؤول عنه وأنا مجبر لإله حل. إيه بس أنت مع أرجوك. بدي نام. مثل ما بدك. تعال نام. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك،
وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. فاطمة، يا فاطمة، لا حول ولا قوة. يا بو امي، الحين شو في؟ وين فاطمة؟ شو وينها؟ بالجامعة. الله ونعم الوكيل، الله يشيرنا منك ومن عمايلك. لا يا واطي لا، تأخرت عليكي؟ لا، شو ما قلت لي كيف كان أول يوم بالكلية؟ قلت لي منيح ماشي حال. هلأ لوين بدك تاخذنا؟ أنا بالنسبة لي على المشرة. طيب أوكي، معناتها تفضل. يلا. مثل ما قلت لك يا أستاذ مراد، حنا نبيها جائزة عربية للرواية الحديثة. طيب استاذ، يعني انتو كمؤسسة لمين تابعين؟ حنا مؤسسة أدبية مستقلة، نبي نشجع الكتابة الحديثة ونفتح لها آفاق ونساهم بإيصالها للقارئ العربي من المحيط للخليج. وتمويلنا ذاتي، يعني مثل ما تقول مجموعة من الناس الميسورين يبون يستثمرون بالثقافة بدل الاستثمار بالتفاهات والسخافات المعروفة. لا مفهوم. طيب يعني ليش اخترتوني أنا تحديداً؟ الحقيقة حنا كنا بحاجة لشخص نشيط، ولينا أصدقاء هني بالشام رشحونا اسمك، وحنا قرينا السي في مالك. الحقيقة أشي مشرف وبيشرفنا تكون ممثل للمؤسسة هني بالشام، مثل ما رح يكون بكل عاصمة عربية ممثل للمؤسسة. إيش قولك يا أستاذ مراد؟ والله ما خليت اللي يقول، بس يعني مبدئياً أنا موافق، وخليني لبكره برد لك جواب نهائي احسن. عال عال، وحنا بشرفنا تعاونكم. استاذ عندي سؤال اخير بس لو سمحت. تفضل اسال. يعني مش شروط المسابقه، انتوا الشروط اللي حاطينها بتضمن انه يكون الكاتب عنده عمر معين او عنده خبره معينه؟ لا 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 ابدا، هو شرط وحيد ماكو غيره، ان يكون هذا الكاتب ما سبق وصدر له اي كتاب. حنا نريد نعطي الفرصه، نريد نسلط الضوء لناس بعد ما اخذوا حقهم، وفي حال الموافقة نبيك تحضر لنا قائمة بالمجلات والصحف الأدبية اللي ممكن تعلن عن المسابقة وتتابعها أول بأول. إيه لا، هي إن شاء الله، لا إن شاء الله أكيد بتصير.
امي. امي مين فايت على غرفتي؟ ما حدا. امبلا في حدا فايت على غرفتي ولا بعمل مراتي كمان. اهدي فهميني شوفي. لك شوفي شوفي. شو هاي؟ لك ما المهم شو هاي، المهم مين كسرها. انا اللي كسرتها. وانت شلون تسمح لحالك تفوت على غرفة اختك وتلعب لها بغراضة؟ تريكا فلا حدا لهون. فينك يا ست الحسن والجمال تقولي لنا شو هي وكيف وصلت لايدك؟ فلا حملك هذا. ما حسرتي، ما حتلمسيها قبل ما تقليني كيف وصلت لايدك. لك عملك هذا هسه شيلي هاي القصه. شفتي مني وقعت بنتك؟ قلتيني بتحبني؟ لا تبعد عنا. لا تبعد عنا. اللي يا ما عم تقولي لي بالله؟ صراحة عم اقول لك اني انا من وشي. ماشي. انا الحق علي. روحي انت من الشغل. كيف بدنا نخلص من هالوضع؟ يعني انا بوجود ياسمين ما عم بقدر بعمل شيء، يا دوب عم لحق على دوام المدرسه. ويوسف ما بعرف كيف صاير. يعني الاكتئاب تبعه صاير مرعب، عم ينزعج من اي كلمه، وانا حاسه حالي بدوامه ماني عارفه انا كيف بدي اطلع منها. بس يا ليلى هذا الحكي ما بيصير. انت ويوسف لازم تعرفوا انه القصه ما لها علاقه فيكم انتوا الاثنين بس. القصه صار فيها طفله، لو طلعوا عليها فكروا فيها. اي والله بوجود هيك طفله تصبي كل المبادئ تبع الدنيا. شو ها؟ انت من امتى بتدخني؟ اخ ما بعرف ليلى، عن جد وضعكم ما عاد ينسكت عليه. حبيبتي انا عندي حل ولو مؤقت. شو؟ انا من بكره رح لاقي شره للبيت. فراس لا تكفي. بدي كفي وبدك تسمعيني منيح. انا مالي بحاجه اني اكون قاعد ببيت ملك. مشان هيك انا من بكره رح ادور على غرفه اقعد فيها واستاجرها، وانتو بتاخذوا المصاري وبتحلوا فيها الالتزامات الكبيره اللي عندكم، وبعدين بتفكروا شلون رح تحلوا الازمه الاساسيه. حبيبي فراس الله يوفقك. انا متضايقه كثير. يعني هذا الكلام انا قلت لك اياه قبل هالمره انه المصاري ما رح يعملوا لنا شيء، يعني مثل ما اجوا مثل ما راحوا بالنسبه لنا، نحن مشكلتنا ما لهم. مشكلتكم بعقليه يوسف ما هيك؟ طيب وبعدين؟ ما بعرف إلا ما لاقي حل. صلاح اسمعني منيح، أنت الآن لا تعيش حياتك بل تسير في طريقك إلى جنان الخلد. يقول تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بس يا شيخنا انا ما عاد فيني اتحمل لا اللي عم شوفه ولا اللي عم يشوفه. بدك تطول بالك وتتحمل لانه نحن بدنا اياك هون بالاصل. طيب يا سيدنا لامتى؟ والله ماني مصدق امتى بدي انضم للشباب. خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. اصبر وتوكل على الله وانجز ما اوكله الله اليك
وستكون من الفائزين بإذن الله. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو قلنا؟ هلا أنتوا شو علاقتكم بالموضوع؟ يا حبيبي المجلة ما إلى أي علاقة. الجماعة كلفوني أنا بشكل شخصي إني دير شؤون المسابقة هون بالشام، وبدهم من سوريا 3 روايات. فشو قلت؟ هلا أنا وأنت منعرف هيك مسابقات وهيك جوائز شلون بتتفصل. يعني هذول الجماعة بيكون عندهم شي حدا حابين يعملوا له اسم ويعطوه جائزة وبيعملوا له مسابقة. ومعلومك نحن عنا العلاقات الشخصية أهم بكتير من أي قيمة أدبية. وعلى فرض أنت شو خسران؟ بتقدم هالرواية أخذ جائزة خير، ما أخذت صلى الله وبارك. أخي والنسخ 3 المطلوبين أنت مالك علاقة فيهم، أنا بساويهم. هلا هي القصة النسخ؟ يعني مسابقة أدبية شروطها ممتازة، جائزتها كبيرة، 50,000 دولار. هدول يوسف مو قلال، يعني بنشلوك نشل. وانت عندك ثقة باللي كاتبه، وانا طبعا عندي ثقة فيه. منقدم هالرواية ومنجرب بشو تزبط، واذا زبطت بتكون عملت الشي اللي عم تستناه طول عمرك وبدون اي تنازلات لاي حدا، وبتكون سلبيتك وانهزاميتك جابت نتيجة بالحياة كمان. شو رأيك؟ هلا هذا اللي طلع معك؟ اي والله. مو احسن وضعك الحالي ما عرفان الله وين حاطه يوسف؟ يعني إذا كنت خايفان تحبط من النتيجة، أخي قدم الرواية ولا تسأل عنها كأنك ما قدمتها. يوسف والله العظيم طلعت لي روحي. اللي شو قلت؟ ماشي. إيه ها والله ما بدك كل هالزرقة كل الصفن. قوم لألا بدي أزمك على أحلى كأس نبيد ولا كأسه. مو لنكسب الجائزة؟ لك يا سيدي أنا مجرد إني أقنعتك هي لحالة بدها عزيمة ومشرف. سلامة مستلم. يلا فاطمة، أنت وفراس بتحبوا بعض؟ بابا فراس ناطر الفرصة المناسبة مشان يجي يحكي معك. طيب بابا خبريه يجي بأي وقت بريده. السلام عليكم. وعليكم السلام. تركونا لحالنا. ليك صلاح، هالحكي اللي رح احكيه بدك تسمعه وتفهمه، لانه هي اخر مرة رح احكي فيها. ايه يا بي، بس انا على مهلك. لا تحكي شي. اللي صار اليوم صار وما عاد نحكي فيه، بس من هلا ورايح انا اللي بدي احكي. ليك ابني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. صدق الله العظيم. والصالح والطالح ربنا هو اللي بيقدره مو نحنا. وأختك ما غلطت بشي وما طلعت برات الطريق لا سمح الله. أختك صارت صبية بدها تنحب وتنخطب وتتجوز، وهي سنة الكون يلي ما حدا بيقدر يغيرها. ايه يعني بس ما لقيت غير فراس؟ وشو بو فراس؟ شاب آدمي وشغيل وشام، له أكتر من هيك فوق كل هالتعتير اللي شافه بحياته. عم يدرس وفات على الجامعة وعين الله عليه. انت لازم تكون مبسوط لأنه أختك رح ترتبط برجال حقيقي بيقدر يصونها ويحميها. مظبوط. ايه بس لا تكفي. أنا بعرف شو اعتراضك. اعتراضك إنه عندك غيرة من جوا تجاهه لأنه قدر يعمل اللي انت ما قدرت تعمله. أنا بدي غاب من واحد مثل فراس؟ ليك بابا، صدقني أنا بتمنى تكون أحسن الناس. والماضي ما عاد نحكي فيه،
حكينا من هلأ ورايح. أختك طول ما أنا وأمك عايشين هي مسؤوليتنا، وما بسمح أبداً أنه يصير تجاوز من هالنوع معها. عم تفهم علي؟ ومثل ما أنت عندك خصوصياتك وما بدك حدا يتدخل فيها، كمان أختك عندها خصوصيات ما بيصير لا أنت ولا أنا نتدخل فيها. وأنا كل يلي بدي اياه منك هلأ إنك تلتزم بقوانين هالبيت، وما بدي اسمح إنك عملت شي مثل اللي عملته اليوم، لأنه ساعتها ما رح أحكي شي وإنت بتعرف شو بقصد. وإذا كنت عن جد بتحبها لأختك وناوي لها الخير، فادعي لها الله يوفقها مع الإنسان اللي اختارته. ودير بالك على حالك منيح، ورجع لكلام ربنا، لأنه ما بكفي نحفظه ونردده وبس. شو قررت؟ قررت هي، شو رأيك؟ أنا موافقة، واثقة أنا رح تعمل شيء إن شاء الله. يوسف، خد هدول. شو هدول؟ ومن مين؟ من فراس. ليلى كم مرة حكينا؟ يوسف ما في داعي للحكي هلا، نحن بحاجة وفراس معه، شو فيها يعني؟ لك فيها إنه صار إله علينا كتير، وأنا ما عاد أقدر أتحمل. يا يوسف انت نسيان انه انا لي حصه بشغل المنشره ومن البيت اللي اشتراه فراس. لك كم مره صرنا حكيانين بهذا الموضوع؟ حصتك من المنشره بتوصلك كراس شهر، وحصتك من البيت هي حصتك انت، لا تبعزيها هيك ليلى. هلا اذا اخذت كم ليره لحتى نمشي فيها امورنا بكون عم بعزقها هيك. هذا الوضع اللي نحن فيه انا مسؤول عنه، وانا مجبر لاقيله حل. يوسف انت ليش هيك عم تحكي؟ لسه انا ولسه انت، شو انا وشو انت؟ امتى كنا نحكي بهالطريقه؟ ليلى من هون ورايح بدنا نحكي هيك. يوسف حساسيتك بهذا الموضوع زادت كتير عن حدها وما عادت مقبولة. ما بدي احكي بهذا الموضوع، من بكرة الصبح بتحملي هالمصاري وبترجعيهم لفراس. لا ما رح رجعهم. ليك يوسف قلت لك خلينا ناخد حصتنا من حق البيت وندبر امورنا فيهن، قلت لي لا اتركيهن هلأ لحتى تكون مشكلتنا موقفة عليهن. قلت لك حاضر، اجاني الشغل لوسط البيت لهون لعندي ما خليتني اشتغل. ليش؟ لانه الشغل عن طريق خالد. كمان قلت لك حاضر امرك سيدي، مشان ما تنهز مبادئك عم حاول داريك. بس دخيلك شو هالمبادئ اللي بدها تنهز اذا اخذت كم ليره من اخي؟ ليلى تخنتيها. ايه وراح ضل تخنها، لانه الشيء اللي عم تعمله بحالك غلط وانا ما عاد اسكت لك عليه. شفتي؟ انا كنت عارفان انه بدنا نوصل لهون. شو قصدك؟ ياسمين؟ لا يا يوسف مشكلتنا مو ياسمين، مشكلتنا هي انت، طريقة تفكيرك. لك حاجة بقى، فتح عيونك وتطلع حواليك شوف العالم لوين رايح. لسه بتقلي مبادئ، ايش وانا عم قلك تسرق ولا تنهب؟ يا يوسف مشان الله الحياة ما بتنقاس بهي الطريقة، فيها اولويات فهم علينا بقى، نحن بدنا نعيش. خلاص اسكتي اسكتي اسكتي. يلا تفضلوا الاكل صار جاهز. شرف يا سعادة النائب. يا سيدي انا لحد هلا ماني مصدق، معقول نجحها وبكل هاي الاصوات؟ لا تستغرب، لازم تشكر بنت خالتك لانه هي صاحبة الفكرة. بنت خالتي؟ بنت خالتي لازم نشكرها على المائدة العاملة،
قسما بالله اهم من كل المناصب والكراسي. اهلا وسهلا. الله يسلم هالايدين. بصحة احلى نائم. بصحتكم. اتصرف. شلون؟ رح اقابل الشغل اللي عرضه علي خالد وخليه يجيب الكمبيوتر لهون، بقى بشتغل هون عندك بدون ما يعرف يوسف. طيب واذا عرف؟ انا واثقه انه بس تخلص هاي الازمه ويطلع يوسف من الحاله اللي هو فيها رح يعرف انه هو غلطان وكان مكبر القصه على الفاضي. والله ما بعرف. مراد مراد. ايوه احترامي سيدنا، يعطيك العافيه. لا والله انا حبيت اسلم عليك بس واطمن شو صار بالموضوع. ايه عفوا سيدنا، بس هي المشاريع بمعظمها وهميه يعني ما تنفذت، بس على الورق ضلت. طيب شكرا، يعطيك العافيه. شكرا شكرا شكرا. يعني قديش بدكم معلومات لحتى تتحركوا؟ والله ما بعرف، انا لازم اشوف حدا تاني ضروري. يلا مراد ما بدنا نروح. ايه يلا قوم. شوفي تعي شوفي. طلاق الفنانة نينا من رجل الأعمال راشد معروف. أمتى؟ بس قال عندهم ولد. أنت بشو حاسس؟ ولا شيء. يعني يمكن زعلان عليها شوي. لأنها اتطلقت؟ لا. موضوع طلاقها طبيعي، كان متوقع. بس زعلان عليها لأنها ضيعت حالها. بتحبها؟ إذا قلت لك بحبها بكون كذاب، وإذا قلت لك ما بحبها كمان بكون كذاب. نينار حب موجود أكيد، بس هو موجود بالذاكرة بس، واللي موجود هلا وبكرة وبعد بكرة هو أنتي، وهي هلا ما بتعنيني أبدا أبدا أبدا. ماشي قوم هلا، خلينا نروح. جابر ناطر. يلا يلا تعرفي شو؟ انا بحبك. اي والله جد. شلون يعني؟ بقول لك اعتذر. ايوه اهلين خالد. مين؟ ادمون. بس من الواضح انه امورك كتير ممتازه، حتى اني ما تعذبت لاعرف تليفونك او عنوان شركتك، يعني ما شاء الله ماشي الحال. بس ما قلت لي انت رجعت لهون بشكل نهائي؟ لا، وبصراحه ما كنت ناوي اجي اصلا. ليش؟ يعني مرتاح هونيك وتعودت على عيشة، يعني هون ما بقي لي حدا. تزوجت؟ ابني صار عمره 8 سنين والبنت 6. نيكول؟ نيكول. عم تشتغلوا سوا؟ عملنا مجلة عربي وماشي الحال. ممتاز. منيحة. مين؟
هيلين عم بتشوفها؟ هذا اللي أنا جاي مشانه. كيف؟ خالد، هيلين هون. هون؟ وين هون؟ بالشام؟ ايه هون. أنا آسف خالد، بس هي إلى سنين عم تخطط لحتى تجي، وهي اللي جابتني معها، بدها تشوفك. بصراحة أنا ما خبرت أنا استدليت عليك أو أنه رح نلتقي اليوم، لأنه أكيد كانت رح تصر أن تكون موجودة. أنا حبيت خبرك لأنه ما بعرف شو هي ظروفك. المهم نور معه؟ لا. ليش؟ أنت بتعرف ليش هيلين جاي. هيلين أكيد خافت أن تجيب نور معه وما تخليها تاخدها. المهم نور. نور كيفة؟ بتجنن، عم ترقص بالي وعم تعزف بيانو. خالد، هيلين جاي وعندي أمل أنك ممكن تصلح اللي عملته وتردلها شي من اللي أخدته، لأنه وضعها هي وأمها من هداك الوقت سيء كتير، وخاصة بعد ما مات أبوها. ما؟ إمتى؟ من شي سنتين. وشو بدها هلأ؟ خالد، أنت بتعرف شو بدها. ليك دمون، بتفهم هيلين أني أنا مستعد رجع المبلغ يلي أخدته بالكامل، بس بشرط بدي نور. شو عم تحكي أنت يا رجل؟ أنت بتعرف أنه هيلين مستحيل توافق على هيك شرط؟ إلا أنه هذا شرطي الوحيد، وإذا ما رضيت خليها ترجع، وما في داعي تشوفني لأنه أنا ما عندي غير هذا الكلام. بس أنت هيك ما عم تظلمها إلا وحدها، أنت هيك عم تظلم بنتك كمان. ليك دمون، الله يخليك، أنا بعرف مصلحتي ومصلحة بنتي أكتر منك، فمثل ما وصلت لي رسالة هيلين بتوصل لردي مثل ما هو. مستحيل، عن جد مستحيل. وشو هو المستحيل؟ يعني أنا كنت مراهن على الوقت أنه يكون غيرك وخلاك تراجع حساباتك، وطول الطريق عم طمنا لهيلين أنك أكيد رح تساعدها، بس أبداً ما كان يخطر ببالي أني شوفك على نفس اللؤم والعجرة في تبعك. إدمون، انتبه لحكيك ولا تتجاوز حدودك. ليش أنت تركت حدود؟ ما أنت تجاوزت أخلاق الدنيا كلها. على كلياً أنا ما رح إلا لهيلين أني شفتك اليوم، بس بكرة هي أكيد رح تكون عندك. ولمعلوماتك، ملف القضية تبعك بهولندا لسه ما تسكر، وهيلين هون واصلة لمحامي كبير عم يلاحقوا القضية، فشوف شو بدك تعمل. بالإذن. ألو، أيوة، نعم أنا، عفوا، يا أهلين، إمتى؟ وين؟ طيب ماشي، أنا نص ساعة بكون عندكم. لا لا، أكيد أكيد نص ساعة. يا أهلين، سلام سلام. جاني تليفون شغل ضروري ولازم اروح هلا، ما راح اتاخر، بس في حال يا ريت توصل مع اميني على الدكتور. غريب، شو هالشغل المفاجئ هلا؟
شغل يا بابا شغل، شو بده يكون؟ سلام. شو لوين؟ ما بدك تشرب شاي؟ لا يا حبيبي ما راح اشرب شاي، اجاني تليفون شغل لازم اروح. مشان الدكتور هاي الاستاذ جابر بيروح معك. ماشي، بدك تطول؟ ما بعرف. ما يمكن لا، خلص. بحاول، باي. طولي بالك عمو، أكيد ما راح يتأخر. تفضل عمو. شايفة شايفة؟ لسه ما لحقوا يعملوا دولة صاروا يتخانقوا على الكراسي. إلي لوينكن؟ حسيتك تأخرتي. لا لا لا، ما في شيء ما في شيء. ماشي، خدي وقتك لك. الله معك، مع السلامة. إلا ادمون مو معقول. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا حبيبي. لك اهلين وسهلين، كيفك؟ الحمد لله. لك فعلا انت ابو المفاجأة. ولو. شلون عرفت الطريق لعندي؟ سلامة خالد. ايه قولتك. هي تفضل تفضل. يا يا اهلين. استاذ مراد، انت بتعرف خطورة الحكي؟ طبعا سيدنا، انا مشان هيك جيت لعندكم. ومين بيعرف الموضوع غير الجهه اللي حكيت لي عنها؟ عن طريقي انا ما حدا بيعرف سيدنا. كل ما هنالك انه انا حسيتهم تاخروا باتخاذ الاجراءات، فحبيت اعمل شيء يعني قبل ما يكبر الموضوع اكثر من هيك. معناها بدك تمهني لبكره حتى ادرس الموضوع من كل جوانبه ونشوف شو بدنا نعمل. حاضر سيدنا، ما ضل غير بتشكر تعاونكم. ولو انت اللي بتستاهل الشكر، لانه انت وامثالك عمله نادره بهالايام. الله يخلي لي اياك يا سيدنا. طيب انا ما راح اعطلكم بالاذن. الله معك. وانطور تليفون مني. ها عم بستنى. الله معك. سلام. مع السلامه. مأمون، اطلب لي مكتب السيد الوزير فورا. يا زاهر. لا ما بدي اسئله يا زاهر. هي المره بدي اياها بكره برا البلد. ما بعرف بتلاقي الوسيله المناسبه وبدي اياها برا البلد بدون ما تتأذى. يلا مع السلامة. مع السلامة. خير خالد، شو صاير معه؟ ولا شيء. كيف ولا شيء؟ مين هي اللي بدك اياها برا البلد؟ هي مندوبة الشركة الألمانية اللي عم ينفذوا مشاريع الري. ايه وشو بدها؟ ليش متضايق انت؟ الله يخليك يا روان، انا ماني رايق للحكي. بعدين بحكي لك كل شيء، انا بدي اروح شوف شو بدي اعمل بهالمصيبة. لهالدرجة متضايق منه؟ طبعا، لانه بدها تعطل لي الشغل. طيب لوين رايح؟ لوين بدي روح يعني؟ على الشركة. أيوة. لكن هيك؟ هيك؟ تزوجها واستلم معمل الخشب تبع أبوها وما تحمل الأمر أكثر من سنة، سنة وحدة أعلن إفلاس المعمل. طبعا هو نهب المعمل بالكامل حوالي 20 مليون دولار، ومن هنيك نزل على بريطانيا، وببريطانيا اشتغل بالممنوعات. هيك وصلني خبر من واحد التقى فيه بإيطاليا، وضل على هذا المنوال لحد ما رجع لهون. وأنا عم أقول لحالي في سر يخليه يرجع بالصورة اللي رجع فيها، وكل الوقت عم فكر بهذا السر. بس كان مستحيل اتخيل كل هالشي. لا تخيل حبيبي تخيل، لسه في أكتر من هيك بكتير. طيب ومرته جاي هلأ تاخد حقها؟ خالد مو ناوي يرجع لشي، حاطط له شرط تعجيزي إن ترجع له البنت، وهيلين
ممكن تستغني عن عمره وممكن تستغني عن نور. لصغيرة اسمها نور؟ أيوة، من هون جاي اسم الشركة. مزبوط. وانتو شو ناويين تعملوا هلا؟ والله ما بعرف، أنا تركت هيلين مع المحامي تبعها ليشوفوا شو بدهم يعملوا، بس مقدر أنا أنه ما رح يطلع معهم شي، لأنه على ما يبدو صاحبك صاير له وزنة بالبلد. أين بلا، صاير واحد من كبار رجال الأعمال وصاحب أهم مشروع للري بالمنطقة. قال بده يحول صحارينا لجنات خضراء. إذا عن طريق خالد يا سيدي تتهنوا. هلا ما علينا، المهم طمني عنك، أنت شلونك، أيامك، شو عملت فيك سنين؟ يعني بدك الحقيقة؟ أنا حاسس إنه ما تغير فيك شيء. يبدو مراد ما اجا. والله يا عمو ما بعرف، انا حكيت معه وقال لي انه بده يتاخر. اتركي عنك عوز بده. شو؟ اسمعي يا عمو، من اليوم ورايح ما بتحملي شيء نهائيا، نحن منشيل ونحن منحط، انت مهمتك بس تديري بالك على السيد جابر الصغير. ايش هالشغلة عمو، بسيطة. لا عمو، الحذر واجب. عمو هلا برايك مراد بيزعل اذا عرف انه معي صبي مو بنت؟ اعوذ بالله، وليش لا يزعل؟ يا ستي الولد الثاني خليه يكون بنت. يا رب. هلا المهم قلي لي، ان شاء الله راجع على الشام بشكل نهائي. يعني تقريبا، بدك تقول اقامتي الاساسيه مبدئيا رح تكون هون. طب ليه ما جبتي ابنك معك؟ فعلا كان جعبالنا نشوفه. داني مع تينا. مين تينا هاي؟ تينا البيبي ستر تبعه. ايوه يا عمي ركب. طيب اعمل لك قهوه لجعبالك تشرب شيء تاني. والله يا ريت، قهوه من زمان مشتهيتها وعلى اصولها. من عيوني، عن اذنكم. تسلمي، اذنك معي. ايه نينو، هاتي لشوف شو سر طلاقك المفاجئ انت وراشد.